الله يرحمه كان كل سوق الشيخ عندي. مبارح بعرض مبارح طلعوا اثنين ما تحملوا العرض. ايوه اعترضوا. طلعوا اثنين ايه طلعوا اثنين هن مو سوريين هن جنسيات اخرى. ايوه السوريين اللي بيجوز حتى خليني اقول عنده شويه ملتزمين دينيا. استنوا لاخر العرض وحكينا بعد العرض ناقشنا وتحاججنا اتفقنا اختلفنا لكن ظل الحديث ظل الحديث حلو ورحنا احباب واصحاب. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. كأنه ضيف وانت اخده عم تدله عم تدور على بيت. اي والله ابن عم ابن خالي. ايوه من جديد واصل يعني انت جديد والله. بدك تدله مزبوط ولا بدك انا نسترجي مع دلو. وين بدك تسكن المنطقة هاي؟ هون بالفاتر. انت جاي على غالي ما يعني المنطقة غالية في ايجارات غالية بس ما عم تزبط صار بدهم كفيل تركي. هلا لقينا بيت ممتاز له هلا من جديد هاي هلا اليوم صار بدهم كفيل تركي ما عم نلاقي كفيل تركي يكتب باسمه العقد. يعني بتفوت على مكتب عقاري بيقول لك بدك بدي كفيل تركي ما رضي هيك صار بدهم كفيل يا بتدفع التأمين بدال التأمين مثلا ايجار بيته 1400 في عندك 1400 ثانية ايوه بدك تدفعهم تأمين و1400 كمسيون ما بقى رضي 1400 تأمين بده صار 2800 هي كانت هيك يعني 1200 1400 بياخذوا تأمين قد الإيجار صار بده دبل التأمين إذا بدون تأمين بدون كفيل بدل ما تدفع 1400 تأمين بده 2800 إذا المبلغ كله حسبناه قديش بيطلع؟ بيطلع؟ حسب لي هلا 5600 إذا كسرناهم على السوري شو بيطلعوا؟ إذا كل 100 ليرة تركي 10000 سوري إيه قدر يطلعوا أو أقل يعني أقل ما في يعني قديش 9000 هلا لأنه نزلت الليرة ما بالقبل 10000 إيه ضروب 10000 بل قديش بيطلعوا 10000 يعني كل 1000 تركي عندك اللهم صل على النبي 100000 سوري يعني 500000 500000 ليقعد بالبيت شهر دافع إيجار شهر أنا وشهر بس لقدام بصير كل شهر يدفع. طيب البيت يعني 4-5 غرف قد ايه؟ لا تنتين وصالون بس طابق غرفتين وصالون اول ثاني هيك اول ثاني ايه هلا هون الكلمة كان اول او هذا ارخص ما لا البودروم تنزل له ابو دراج بيجي ارخص يا فوق اعلى شيء كمان بيجي ارخص. السؤال اذا ما لقى وين بده ينام؟ مو عندي ينام عم ينام هو عندي بس انا وين عم نام شو بقى هو معه شاب معه مرته ومعه بنت حماء ارمله فعطيته البيت من سوريا انا عندي مرتي واولادي النسوان بيناموا مع النسوان هو عم ينام عند رفقاته وانا عم نام مع رفقاتي شنطه وفي اولاد بقى طبعا في ولدين عنده ولدين وانا عندي ثلاث بنات هلا أملنا السكن بعد السكن شو اللي حابب يجيب بدور على بدور على شغل شغل جاهز ان شاء الله بس للعائله البيت شو المصلحه بيتزا ومعجنات حلو على الاكل ايه ارتب انت حضرتك شو بتسوي انا بشتغل والله هلا من لي فتره يعني هلا صار لي 9 شهور بالسياحه عم بشتغل بشركه سياحيه هو ايه هلا يعني. موسم يعني موسم هلا خلاص الموسم هلا الجمعه اخر يوم بالموسم راحت ترجع لأول الصيفية الجاية بالشتاء تقطع سلامة سلامة عزمنا على شاي وبعد الشاي على شو بتكون شو هون المكتب عندك زايرنا كتير بعرف بس يعني انه انا مخربط بين ال التصميم من سنة مو من شي سنة عملنا من 45 وهون انا بعرف انه بهالمية متر في حدا حمصي هون ما صحتكم استاذ اميسا اميسا ايه على حمص اسم من اسماء حمص 3000 سنه قبل الميلاد هلا لا عمره صار قبل الميلاد 3000 سنه ايوه الحمد لله الله يعطيكم العافيه هلا والله هي مو متطوره كثير القصه بس مرتبه كانت عن قبل ما متطوره هلا في تطور والله كانت قبل ادوات شوي يعني مبدئيه بس هلا صار في ماكينات ما ماكينات هذا الحكي كثير بهذا المكان نفسه
لا هلا نحن صرنا على الأدي عم نشتغل. أيوة. شغل يدوي بس من قص مثلا البصل الماز. بسأل انه تطورت الحالة هون المنطقة الاهلية كمهني متطورة كتير. يعني هلا دخل عليها قص الليزر أصل هلا هي كل شيء بينشغل هذا قص ليزر او طباعة فليكس طباعة نقطية سواء كان القص الليزر سواء الفليكس عفوا البلاستيك او المعدن. مين جمع هالشباب اللي يشتغلوا بهالقصة هاي؟ كيف التقوا؟ حضرتك اصدقاء والشباب اولادي واحمد مثل اولادي يعني الحمد لله. يعني كل ما صار في مجموعة قوية بصير في شغل. الحمد لله يعني شباب بعدين ما شاء الله عنهم يعني نشيطين. الله يعطيكم العافية. هذا لف يدوي وهذا في ماكينة تلفوه هلا بس حاليا صاير تقريبا لف يدوي. هذا عم لفوه عم تساوي يدوي ما ولا بياكل وقت يعني هلا هذا كان ينقص بالمنشار يدوي هلا صار ليزر ينقص دوره مباشرة وبيعطيك دقة أكثر. الله يعطيكم العافية. سلامات. مين المعلم هون هلا السؤال؟ ما في حدا معلم. كل ايدنا معلمين. ما في معلم. لا بقصد بدك تدخلنا سياسي. سياسي هون. ما بيطلع بايدنا موضوع السياسي موضوع يعني بضوع وقت فيه مليون حارة وحارر. نحن بدنا يعني نتعرف على بعضنا أكثر ما المعلم هو القصدي يعني مين العتيق بالمهنة وبالتدريج؟ أنا كمهنة يعني من إلى حوالي 35 سنة هو بالدعاية الإعلان الإعناء الدعاية بدك تقول العينية يعني نحن كنا نعمل لشركات كبيرة بسوريا شركات أدوية شركات مثلا سامبا كراش شركات الأدوية كثير منهم يعني نحن كان كل أعمالهم كنا ننفذ لهم إياها أغلب أعمالهم كعينية هدية عينية أو طباعة أو طباعة المظلات أو طيب المساحة كانت كبيرة بالنسبة للشغل هلا عندك بقى الطموح والمساحة هلا بيختلعوا بيشتغلوا بالإضافة للهدايا العينية نحن بنسميها هي الدعائية دخلنا الأمور هاي يعني كمان أحمد ما شاء الله عنه والده من معلمين المهني بحمص أهلا وسهلا فيك الأستاذ الخطاط عبد الرزاق شويتي أهلا وسهلا فيك. يعني جمعنا نحن المهني ككل بمكان واحد ولو هون صغير بس في تنفيذ الأمور الثانية بيكون مكان ثاني هون الأمور صغيرة النهائية يعني. أعمال والدك وين هلا؟ والدة كانت بحمص. إيه بس وين موجودة يعني هلا؟ والله بلبنان هو. أعماله اللي كان يشتغل. كنا نحن نشتغل لشركة سينالكو بحمص. وبعد الفترة هاي يعني راحت تقريبا كلها. خطاط كنيته عثمان او اسمه عثمان الشيخ عثمان يعني طبعا من الاساتذه الكبار بحمص. هذا يعتبر من جيل ابوك ولا اصغر؟ لا اكبر اكبر عثمان اصغر منه بسنه والدك اكبر منه بسنه هو عدنان تولد 59 والده 90 انا مشان هيك ما عنده والده 57 طلعت انا اكبر من الكل بالعمر. عم بسأل انا فكرت انا الشيخ عثمان انه اصغر للثورة. الشيخ عثمان ما شاء الله يعني انا عدنان الشيخ عثمان صديق صداقة الطفولة واستمرينا فانا كنت كل يوم امرق لعنده على المكتب طبعا ومحل التخطيط واقعد هيك معه واشرب كاس الشاي واحكي له نكتة تكون قصة صايرة معي يوميا فكان هذا يوميا لازم نكتة لازم نحن عم نقول نكتة بالحمصي. إيه راحت الأيام والله أنا زوجتي قاعدة بالحديقة وقاعدة جنبها ست حديث نسوان بتعرف مين زوجك؟ قالت له توفيق الحسامي فلان. قالت له أوه هذا جوزك اللي بيمرق كل نهار لعند جوز. قال لك بدي أزلمي طيب حكينا النكت قلنا بالبيت. طيب هي النكت الحمصية اللي بيحكوها غير الحماصنة يعني بيألفوها على الحماصنة في يعني شيء بيطلع من حمص ما حدا بيقدر بي بي يعني كحماصي ما حدا بيقدر بيحكي على الحماصي ما شاء الله على انه هن بيحكوا عن حالهم النوع هذا من رقي الاخلاق يعني صح. انا لما بدي اخليك انك انت تضحك ايه انا ما رح احكي عن حدا او استغيب حدا من الناس او الف قصه لانه بالنهايه هي يعني احيانا بتكون فيها نوع من الـ يعني الامر معيب او في يعني عدم الاحترام. اخلاقيات فن النكته يعني الواحد بس هو كل شيء انت عم تشوف اللي نحن عم نقراه هو من الحمص طالع؟ لا ما بالضروره يكون كله من الحمص بس احلى نكته علموا من الحماص لا مو هي احلى نكته اللي بيحكيها الحمص عن نفسه. ايوه وهذا اللي لازم الواحد يسمعه. ها هي احلى نكته ما راح نقول لك هلا. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك.
الشعر فيها ناس جوعاني عرياني وعطشاني. ولك يا شيخ لا تصحصح بنحكي. أنا بدي أسأله عن أبوه، ما بدي أسأل عنه. يعني والدك أستاذ فرحان كان من المسرحيين، يعني شو بدنا نحكي، كان شغال يعني على مستوى حمص كمدينة صغيرة وعلى مستوى سوريا والوطن العربي. نفدت، كنا نروح على لعندهم على البيت بحمص، كان نوارها لسه. أنا عم بقولها مو مشان يبين قديش عمري، لا مصلحة، لا لا، إنه مبسوط على إنه أنا شفتك صغير وشفتك هلا شاب 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 كتير مو شوي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك ويخليك. عرض يعني ما لنا نقاد مسرح، بس يعني ممكن إذا شفنا شغلة بنقدر نقول حلوة ولا مو حلوة، ظابطة ولا مو ظابطة. عملت شيء حلو، الجمهور كله مبسوط ومو مجاملة، يعني في تكنيك وفي نص وفي أداء وفي هذا الكلام بيشوفوه العالم بيحكوا عنه، وإن شاء الله شيء يوم هذا يتسجل وينزع. حلو بقى هلا إن شاء الله إن شاء الله، يعني بس لسه لحد الآن للأسف يعني خلينا نحكي إذا بدنا نحكي بالثورة، لحد الآن ما تكرس هذا الموضوع، يعني لسه لحد الآن المعنيين السياسيين خليني أقول واللي قصوا عملة من وراء القصة وتسلقوا ونطوا وطلعوا لساتوا رايحين باتجاه المعفنات. خليني أقول من زمان عم نحكي إنه تعالوا، يعني ممكن ببساطة هاي الأعمال توصل صوت وتوصل مسج توصل رسالة أهم بمليون مرة من مليون طلقة من مليون مدفع من مليون قصة. ممكن تقرب الناس على بعض على فكرة إذا صح جرأة، في جرأة إنه فلشت أنت تماما يعني خلي الناس تحاور مع بعض، نكت الأخضر واليابس إذا لاحظت. يعني هلا لا أخفيك أستاذ عبد، كنت متخوف كتير من العرض بتركيا. أنا إنه أول مرة أنا بلطش جمهور سوري، ومثل ما حكيت عن جد من امبارح أنا حسيت حالي إنه أنا بالأحمرة بالأباني صوتي رايح. هذا التفاعل الناس الحلو جمهورك، ما عاد في لغة أجنبية، يعني بمعنى مو عم تقدم لجمهور غربي، فهذا كتير كان حلو. توقعت كنت خايف من العرض بتركيا، كنت بدي أقول شغلة إنه الناس تتحسس إنه أنا رافع شوي السقف. الحلو بالموضوع انه الناس كتير تقبلت وبصدر رحب بصدر رحب. هو قديش القصة مزعجة على انه مثلا مدينة مثل اسطنبول او تركيا غاب عنا الفنانين اللي يعني انه علاقة بقصة انه كيف ممكن يساوي عمل مسرحي، او والموجودين ما اشتغلوا، يعني هذا يعني يعتبر باسطنبول صفر، ما في شيء كان للأطفال ولا للشباب ولا للكبار، يعني ملغي. فانت جيتك لهون بجوز لو ما شخص هو تحمس للقصة يعني ممكن ما تزبط. طبعا شوف انت القصة اكيد اكيد في هذا المجنون صاحب هذا المكان مهند نحاس، يعني هو اصدقاء نحن على الفيسبوك، شو رايك ابو النور تعال نعمل شيء هيك للسوريين كشا ناجني، وانا دغري بالطنبار قلت له صور لي المكان، صور لي تحت، قلت له شو فيني ساوي، قال لي كسر هبط عميلي اللي بدك اياه، وبنينا هذا بنحنا هي الادوات البسيطه ستاره سوداء هيك حطيناها بالعمق عملنا الكالوس الصغير وصار مسرح ممثل عن عشره. هذا على راسي. يعني عملت بروفاتك وين يعني هذا هلا الحقيقه هذا العرض بنيته انا بفرنسا. النص كاتبه فارس ذهبي بال2007 طبعا قبل الثوره عم نحكي، بالتالي كان سقفه له علاقة بهذيك المرحلة بهذيك الفترة. هلأ أعطاني يا فارس قال لي عمل اللي بدك يا فبدك تعمل شيء أنت طبعا ما خلصناها لمرحلة عاشت سوريا هاي الشعارات، يعني خليني أقول ما زالت عايشة بس هاي مظاهرات. اليوم لتعمل مسرح أنت قريب للناس حاكي وجع الناس بدك تفوت على قرنة تانية على زاوية تانية، فكان مولانا هذا الشائك. اليوم أنا بقول كلمة أستاذ عبد ما بعرف قديش توافقني فيها، إنه أن تكون ثائرا
ليس فقط أن تكون ثائرا على السلطة السياسية، يجب أن تكون ثائرا على السلطة السياسية والدينية والاجتماعية والعقائدية والمجتمعية والفكرية على بيتك تماما. بالتالي يا أما بتكون ثائر متكامل يا أما يعني للأسف شفناهن كتير، هذا طالع فقط من شان يعني هدف صغير، لا هو الهدف أنه نحن ثورة كاملة، يا بدنا نغير ونصير خلقوا عالم يا أما عمرين وتغيير. ما بعرف قديش تتفق معي بهذا، هذا هو المطلوب والله. يعني هذا اليوم العمل اللي شفناه، النص والأداء والإخراج، يعني بفوتك في حارات بتقول يا ريت من زمان كان في هيك شيء بسوريا. يعني عملية يا ريت هذا السقف موجود. ايه تماما، ايه تماما، حكي هذا بهالبساطة. ايه هو مو حكي يعني على انه والله سلطة وما سلطة، لا لا فكر يعني في شيء تماما. كانوا مثلا معتقدين انه هذا الشيء ونايمين الناس. فبالتالي يعني انت حركت القصة وبدأت تستمر فيها، بس ما هلأ لعبنا نحن على قصة المسلمات والراكد، تعال نهزه. هلا قد لا تتفق معي انا باللي قلته، بس انا هاي المسلمات اللي جواتك كجمهور انا بس عم حرك لك اياها. فينا نحركها، شو بيصير؟ ما هبط السقف فوقنا، تعال نحركها ونرجع نعيد ترتيبها من اول وجديد. هلا بجوز الجمهور ما بيعرف شو عم نحكي، بس احنا عم نحكي بمولانا عن هاي السلطه السياسيه والسلطه الدينيه. كيف السلطة السياسية تواطئت مع السلطة الدينية، والسلطة الدينية تواطئت بالتالي مع السلطة السياسية، لا ليشيلوا بعض، ليشيلوا بعض ويصير هي حالة السيطرة والتأطير لهدول الناس، للناس المجتمع السوري. تعالوا نخربط هي الشدة، نرجع نعيد ترتيبها من أول وجديد. لا تخلوني خربطة لحالي، تعالوا نخربطها كلياتنا سوا. بس أظرف شيء القفلة، أي من هون رجعت على القبر نفسه. يعني هو يعني هو اخترنا هاي القفلة إلى علاقة بحرق المراكب. لا أوكي، نحنا هاي طبعا العرض إذا لاحظت هو يجري فقط قبل البدء الثورة بأسبوع شهر إلى آخره، لسه كان هذا الضغط هذا يعني عم نحكي يعني لسه الرقابة و إلى آخره. هلا بجوز راحت عليه لعابد خطاي ما لحق الثوره. هلا نوار نتيجه يعني نوار اللي عمل عابد اللي عمل مولانا هو نتيجه هاي الثوره، هذا معلومك. احنا بسوريا ما كنا نحن. انا كنت يعني اخر المسرحيه انه خفت انه عابد يصير شيخ، الشيخ عابد. لا ما ضوى. لا لا انا لا لا يمكن. شكرا لك نوار. لك سعي نوار بلبل. نوار فرحان بلبل على راسي. انا وسلفي تحياتي لك. سلام. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.